جمع شهادات طبية حيث لدينا بعض المرضى حوالي 40 مريض في قسم الطوارئ لا زال ينتظرون إجلاء إلى المستشفيات الحكومية في الجنوب لتلقي العلاج اللازم حيث يحتاجوا إلى عناية فائقة ومتابعة طبية. وبالنظر إلى الوراء حيث كان هناك الكثير من الأشياء التي حدثت عندما كنا متواجدين في مستشفى الشفاء وكان الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء حيث تم اقتحام مستشفى الشفاء بالأقسام بالنبيذ بالعمليات بجميع الأقسام في كل أماكن وتم تدمير الكثير من الأجهزة الطبية عن طريق الاحتلال الإسرائيلي حيث اعتدوا على الطواقم الطبية وأيضا تم اعتقال بعض المرضى من أسرتهم وأخذوهم إلى أماكن مجهولة. تم قطع الكهرباء حيث لا يوجد الكثير من الأجهزة الطبية اللازمة حيث أن الأكسجين انقطع قبل مدة ولم يتم استعماله مرة أخرى. أيضا عند بداية الهدنة قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جزء من المستشفى حيث أنه يحتوي على المصادر الأساسية للطاقة ومحطات الأكسجين اللازمة لتشغيل المستشفى وبهذا قد انعدم الأمل في إعادة تشغيل مستشفى الشفاء. أحداث أخرى حدثت ونحن في مستشفى الشفاء حيث قامت قوات الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بسرقة الجثث من الأماكن من هنا ومن مكان الدفن الذي تم دفن فيه.